أخبار اليوم. برحب بالكابتن سمير الزاهر في بعد أخبار اليوم. كنا عايزين حضرتك رسالة عايز توجهها لمشاركتك النهاردة في مؤتمر لا للإرهاب اللي عملها حركة الصف المصري العربي في الشمس. والله كلمة لا للإرهاب دي كلمة جميلة جدا، يعني مصر مرت بظروف قاسية جدا، وأنا بقول الله يكون في عونه رئيس الجمهورية المشير السيسي، عايز عصا سحرية، الله يكون في عونه بدأ في موضوع قناة السويس وبدأ يشوف البلد وبدأ الطفرة اللي هو بدأها دي، الناس في تربص لمصر. أنت عارف إن مصر بتحارب أمريكا وبتحارب ضد قطر وبتحارب ضد تركيا وبتحارب تنظيم الإخوان، يعني الله يكون في عون بلدنا دي في الظروف الصعبة اللي إحنا فيها. أنا عايز أقول معاك النهارده ده للإرهاب دي الجزئية المهمة جدا، يبقى قلتها لرئيس الوزراء وقلتها لخالد عبد العزيز وزير الشباب وقلتها في كل حته. لا للارهاب ده احنا عندنا مشكله في مصر، كل مؤسسات الدوله منشآت احلام شركات مليانه اخوان لسه شهر القضاة رافضين 60 قاضي عشان ارتباطهم بالإخوان. فأنا بقول إن إحنا لازم إحنا نصحى، ولازم الناس اللي جوه المؤسسات دي لازم تمشي، ومنهم ناس كبار، يعني مثلا في الإعلام واحد إعلامي زي أحمد شوقي، معقولة؟ يعني واحد إعلامي زي أحمد شوقي يبقى أخوه إخواني ووقف ضد الرئيس في أمريكا وعامل علامة رائعة ومحدش يقول له أنت بتعمل إيه؟ يطلع يقول اصل انا بتبر منه، يقول الناس وانا مالي انك تتبر منه، انت ايه ده؟ انت بتزور الراجل رئيس لجنه الشباب الاخوان في السجن، طب انا مالي؟ انت واخد بالك؟ فانا عايز اقول ايه؟ القصه على كده كتير من الشباب بس، ففي كتير قوي في الدوله، لازم الدوله تصحى والامن يشتغل ونطلع الناس دي بره الهدافه اللي احنا فيها. أنا أتمنى أن رئيس الوزراء ده أنا قابلته وقرأته أن هو الكلام اللي أنا قلته هو المصب على هذه الأمور، أن إحنا لازم كل شركاتنا ومؤسساتنا وإعلامنا كله مصري، مش كله مصري ده من الناس بس. شكرا جدا يا كابتن.